جينا بقى للتحديات، وانا بحب التحديات قوي، وخاصه الاسره كلها بتشارك في التحدي الحلو ده. زي ما انتم شايفين كده احنا عاملين ملعب على الضيق، وكل واحد واقف في النقطه بتاعته. مدام اميره ومدام نهى، ماشي. ماما هترمي الكوره لبابا، بابا هيحاول يدخل جون او يصد الجون اللي جاي له. هنشوف بقى مين هيدخل الجوان في مين. ولكن الاستاذه ليلى والاستاذه فاطمه، استاذه حبيبه، واقفين جنبي علشان نشجع جامد جدا، والاستاذه جودي والاستاذه فاطمه واقفين عشان الكور لما تروح يجيبوها بسرعه، ونشوف بقى مين هيدخل اجوان في مين. جاهزين؟ جاهزين. يلا كوره نقول واحد. لا واحد اسرع من كده. الله. يلا واحد. يلا يا بابي. يلا يا بابي. مفيش. يلا واحد. اثنين. اثنين. مفيش. برافو. برافو. اثنين. الله 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 على الصدى. يلا بسرعه. ثلاثه. برافو يا جودي. الله. ثلاثة. ثلاثة. يلا أربعة. جيبوا الكورة بسرعة. أربعة. يلا يا نهى. أربعة. برافو أستاذ طارق. أستاذ طارق التاني. برافو. يلا بسرعة الكورة. يلا خمسة. 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 برافو. خمسة. علي شوية. يلا. الله الله. لا 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 بتاعتكم. دي بتاعتكم انتوا. ماشي. كنت لسه اقول لك بقى. ايديك ورا حضرتك. يلا يلا استنى. مين بيعمل ايه؟ استنوا. يلا سبعه. هنا سبعه. الكره السبعه. سبعه سبعه. جون في نفسكو. كده واحد صفر. سبعة. ها؟ سيبكم في نفسكم. في نفسكم. واحد واحد. تمانية. ماشي فاضل ايه؟ كورتين. يلا تسعة. 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 برافو. تسعة. تسعة. برافو. استني ما تعديش وهم بيلعبوا. فاضل اخر كورة. كل واحد ماسك كورته. الكورة العشرة. يلا. ها ها. هاتي يا فاطمة بسرعة. كده واحد واحد، والاثنين دخلوا جول في نفسهم. خلاص خلصنا. تعالوا بقى نروح نكمل التحديات بتاعتنا. الله سلموا على بعض. نروح نكمل التحديات بتاعتنا يا جماعة ونرجع تاني. بعد الابداع اللي حصل بقى في التحدي اللي فات، دلوقتي عندنا تحدي تاني الاسره كلها هتشارك فيه، ونشوف بقى مين من الاسره اللي هيوقع الاسره الثانيه. طبعا انتوا عارفين اللعبه دي صح؟ اللعبه دي اكتر لعبه انا بحبها جدا، بقى بقعد فيها فاهمين بركز بقى. بناخد واحده من تحت ونبني البرج، نفضل نبنيه بالمفروض بالاساس بتاعه لحد ما نشوف مين هيوقعه. جاهزين؟ هنبتدي بالكبار عشان ما نتلككش. ها ونشوف بقى الابهات هيعملوا ايه. اتفضل الفريق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لو وقع من الاول وخلصنا. لا 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 لا. الدقه. ازاي الدقه؟ ازاي بتقول لك؟ ازاي المدام بتقول لك؟ ازاي ازاي يعني؟ من النص يا بابا. من النص بابا. ماشي حلو. بابا عمل اللي عليه برضو. ايوه يلا يا بابا. يلا يا بابا على اللي بعد. بابا لازم تبقى بتحطها في مكانها بس. ماشي يلا يا بابا لازم تحطها في مكانها، ده مهم. ماما جهزي. الله. تفكير طبعا ذكي جدا. يا ريت نرتب الموضوع، وده نصيحه ليكم نرتبها. لا مش مظبوطه. برافو يا بابا. دقه. يلا يا مدام. يلا لا يعني في تشجعوني حبايبي. ايه شجعوها. طيب ايه يا جماعه؟ يلا يا ماما. مامي 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 انصحوها. طيب هي انت عماله تقولي له ازاي ازاي؟ يبقى منظرك وحش قوي لو انت اللي وقعتيها. بنتك بتقول لك هتقع وانت عماله تقولي ازاي ازاي؟ متوتره طبعا. مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره. برافو ماما. خش يا ماما. المهم تحطها بقى. ما هي بقى ممكن تحطها تقع. ممكن تحطها. برافو. حسبي. برافو. ركزي بقى. ها فاطمه الدور عليكي. شوفي حتتكم مش فاضي. الله يا ماما. يلا ماما. الله يا ماما. الله يا ماما. برافو ماما. ثبات انفعالي رهيب يا ماما.
ايوه ما صعب طبعا. يلا يا فطومه. برافو يا ماما. برافو. يلا الاتزان الاتزان. فاطمه انا مش هقول اشجعك. ركزي يا فطومه. لا ركزي يا فطومه. لا 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 احنا ممكن من الجناب يا فطومه. الحمد لله. يلا يلا يا جوزي. يلا يا حبيبتي يا جوزي. ازي يا بابا. بالراحه يا جوزي. ركزي يا جوزي على مهلك خالص. بالراحه يا جوزي على مهلك. ايوه ركزي انت. جودي انت متاكده من الخطوه دي؟ راجعي نفسك. تعالي كده يا جودي مبدئيا. ايوه اطلعي فوق شويه جودي. اطلعي فوق شويه جودي. فكري بقى في واحده تبقى. لا تاني فوق يا جودي ماسكه. ايوه حلوه. برافو يا جودي. برافو يا جودي. بتسمع كلام بابا. يلا يلا يا بيبو. بالراحه بقى يا حبيبي. يا جودي حبيبه موقفك حساس جدا. حبيبه حبيبه شكلها مش هنوصل لليلى. هنوصل لليلى. برافو يا حبيبه. برافو يا حبيبه. ليلى بقى يلا خشوا عليها. طب ليلى بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه مع ليلى؟ برافو. بالراحه يا ليلى. بالراحه يا ليلى. بالراحه يا ليلى. ايدك يا لولو. شاطره يا لولو. برافو يا لولو. برافو. انا هساعد ليلى في المرحله الثانيه. معلش بقى كده صعبت الموقف. يلا يا بابا كده صعب جدا جدا. يلا بالراحه على العماره يا جماعه. بالراحه على العماره. بالراحه يا بابي. بالراحة يا بابي. تقول لك بالراحة يا بابي. يا بابي. الموضوع بقى صعب جدا. يلا يا بابا. صعب الدنيا أكتر. صعب الدنيا أكتر. يس. يا مرحمة بتبقى وقد خسر الفريق الأصفر. يا مرحمة بتبقى على الآخر وخلاص. تعالوا بقى نروح لاخر تحدي معانا بسرعه جدا 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 ونشوف مين اللي هيكسب في التحدي اللي جاي. معلش. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. جينا بقى لتحدي فرقعة البالونات. جاهزين انتوا؟ جاهزين. كل أسرة طبعا اختارت من عندها. في ناس اختارت حبيبة وناس اختارت الأستاذة جودي. كل واحدة منكو ايوه معاها الدارتس دي. لا لا انا عملتها غلط بقى. وكل واحدة تاخد اللون بتاعها. كل واحدة معاها دارتس وكل واحدة هتحاول انها تبقى بتفرقع البالونات اللي قدامها. بس ما حدش هيتحرك خطوتين لقدام غير لما تفرقعوا بالونتين. ما حدش هيتحرك غير لما انا اقول لكم اتحركوا. اوكي؟ جاهزين؟ جاهزين. مع بعض بقى هنبقى. اوكي؟ اوكي. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. يلا بينا. ريدي ستادي جو. يلا بيبو. يلا جودي. بيبو. شاطرين جدا بنات النهارده. شاطرين جدا جدا وبيتعادلوا في معظم الالعاب. تعالوا معانا بقى نروح نشوف مين هيكسب مين في البلاي ستيشن. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. يلا بينا.